اتكلمنا امبارح مع حضراتكم عن اسواق الاكل المستعمل، بواقي الطعام او سوق الكسر المنتشر في عموم المحافظات النهارده بدافع الفقر والعوز وقله الحيله، وعايزين ناكل عيالنا وما معناش، واللحمه اللي وصلت 250 جنيه والفراخ اللي مش موجوده والبيضه اللي بقت ب 4 جنيه، المواطن الفقير اما انه يموت من الجوع او ياكل عياله اكل هو عارف انه اما مصاب بامراض أو ملوث أو منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر. ده واقع زي ما قلت لحضراتكم بيعيشوا 20 مليون مواطن سنويا. النهاردة هنسيب الأكل الملوث والأكل البعيد عن الرقابة، وإن كانت الدولة هي اللي غض الطرف، يعني الدولة عاملة نفسها مش شايفة، شايفة مثلا سوق الحكر الأبيض في الشرابية اللي بيبيع كل حاجة على الأرض، والرصيف والدبان والصراصير والتراب وكل حاجة. بلد بقى مش عارفة، عاملة نفسها مش شايفة سوق الأكل المستعمل في كرداسة ولا في السيدة زينب ولا في منطقة الأزهر ولا اللي موجود في محطة مصر أو سوق الجمعة في اسكندرية ولا اللي موجود ورا سوق الأربعين ولا اللي موجود ورا السيد البدوي في طنطا ولا اللي موجود في بعض شوارع المنصورة. البلد مش عاملة نفسها مش شايفة ومش واخدة بالها، لكن عندنا جزء البلد دايما بتكلمنا عنه اللي هو البضاعة المستوردة والمنتجات المصدرة والمنتجات المصنعة واللي بيخرج من الأرض يروح لأكل وسفرة المواطن. عندنا هيئة لطيفة اسمها هيئة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة القومية لسلامة الغذاء وظيفتها هي المسؤول الأول والوحيد والأخير عن كل ما يأكله المواطن المصري. الأكل ده نضيف ولا مش نضيف؟ فيه هرمون ولا ما فيهوش؟ مطابق للمواصفات ولا لا؟ ألوان صناعية ولا مش موجودة؟ بقايا مبيدات ولا ما عندناش؟ الأكل ده أو الحاجة دي اتصنعت صح ولا لا؟ الخيار ده اتساقب مية نظيفة ولا لا؟ ده شغل هيئة سلامة الغذاء المصري بقيادة الدكتور طارق الهوبي، واللي قال سلامة الغذاء تفعل دور الهيئة لتداول الغذاء سواء كان محليا او مستوردا. ده المفروض الدور اللي احنا عارفينه، وهذا التصريح كان قبل شهرين من النهارده في شهر اكتوبر اللي فات. قالوا لنا كمان ان احنا بنعمل على تطوير الرقابه على السلع الغذائيه وفق المعايير العالميه. يعني ان احنا اي حاجه موجوده في السوق النهارده او موجوده في المطاعم او الدكاكين والمحلات وانت مغمض كده يا مواطن، عشان عندنا هيئه قوميه لسلامه الغذاء بتطبق رقابه عالميه تاكلها وانت مغمض. تاكلها وانت مغمض ليه؟ عشان سياده اللواء، وبالمناسبه انا مش عارف ايه علاقه سياده اللواء بسلامه الغذاء والمواد الحافظه والحاجات الغريبه دي. سياده اللواء بتاع هيئه سلامه الغذاء قال لنا ان احنا بنطبق رقابه عالميه على الاغذيه اللي موجوده في البلد. قالوا لنا كمان ده طبعا بعد ما طوروا نفسهم في 2018، او قبل ما اروح لك ل 2018، الخبر الاولاني او التصريح الاولاني ده كان في مؤتمر اتعمل في اكتوبر اللي فات في العاصمه الاداريه الجديده تحت عنوان صحه المواطن في الجمهوريه الجديده. قال يعني المهم صحه المواطن في الجمهوريه الجديده، لكن قبل الجمهوريه الجديده المواطن ملوش صحه ولا ليه حق وياكل اللي ياكله ويعمل اللي يعمله. سلامة الغذاء في 2020 قبل سنتين من النهاردة قالت لنا إنها أحدثت تغيير شامل على منظومة الرقابة على الغذاء في مصر. بقول لحضراتكم الكلام ده ليه؟ بقول لحضراتكم هذا الكلام لأن الشعارات اللطيفة الظريفة اللي بتطلع عن السادة المسؤولين في بلدنا حسسك إن إحنا فعلا أو إن هم فعلا بيخافوا عليا وعليك. حسسك فعلا ان كل حاجة في البلد تحت السيطرة، كل حاجة ماشية بالمسطرة، كل حاجة متقاسة مترتبة معروفة مظبوطة، والمواطن لولا ساتر ربنا، والله لولا ساتر ربنا لا نمنا كلنا في المستشفيات بسبب غياب دور الرقابة، غياب دور الحكومة، بسبب المبيدات المسرطنة. ضيف عليهم المواد الحافظة، حط كمان بعض المواد الخطرة اللي بتستخدم في صناعة طعام المصريين، والهيئة عاملة ودن من طين وودن من عجين ومش موجودة وبتكلمنا عن إنجازاتها. هجيب أو فعلا أو ممكن تكون الهيئة دي بتنصص مع الناس اللي بتصنع.
جيب لحضراتكم نموذج واحد فقط. حضراتكم عارفين ان الاكل او المنتجات اللي بتنزل السوق بتبقى درجة اولى ودرجة تانية ودرجة تالتة. درجة اولى المنتج اللي بيتم تصديره للخارج، للدول الخارجية. درجة تانية المنتج اللي بينزل في بعض المحلات الكبيرة والمولات والهايبرز ماركت، الهايبر ماركتس الكبيرة. منتج الدرجة تالتة ده اللي بينزل للدكاكين والمحلات والبقالة اللي موجودة في العزب وبعض الاقاليم، اللي هي يعني ايه، معلش يعني مع احترامي، الدولة دايما بتبص لهم على انهم مواطنين درجة تالتة، الرغم انهم مواطنين درجة اولى، اسياد في بلدهم واصحاب هذه البلد. لا، هنسيب درجة تانية ودرجة تالتة عشان حضراتكم عارفينهم. نتكلم حضرتك عن درجة اولى اللي هي افضل حاجة، اللي هي نمرة 1 اللي بتتصدر بره. تصدر لمين؟ لليبيا مثلا. وليه ليبيا؟ بكلمك ليه عن ليبيا ليه؟ لان ليبيا دي اقرب دولة لينا. يعني التصدير لما يطلع من بلدنا عبر معبر السلوم يروح ليبيا ما بياخدش كام ساعة، يعني لا لحق يفسد ولا يبوظ في السكة. إلا إن ليبيا على مدار الكام شهر اللي فاتوا كل يوم تقريبا، كل يوم تقريبا بتطلع لنا لسانها وبترفض شحنات من الأغذية والمنتجات المصرية بحجة إنها غير مطابقة للمواصفات، تحتوي على مواد خطرة وتسبب الموت، فيها مواد غير طبيعية وفيها مش عارف ألوان مصنعة. وعايز أقول لك على حاجة، مع احترامي لأهلنا الطيبين في ليبيا، ليبيا النهاردة بنتكلم عليها اللي هي يعني مهلهلة، كله بيضرب في كله، مفيش حكومة، وحكومة موجودة هنا وحكومة موجودة هنا، وعصابات جاية من روسيا بتضرب في أهل ليبيا، والدول الإقليمية لها مصالح في ليبيا. يعني ليبيا مهلهلة، ما عندهاش حكومة، ما عندهاش نظام. ورغم كده طبعا مع احترامي للشعب الليبي الشقيق العزيز على قلبي، لكن على الرغم من كده ليبيا كل يوم بترفض. آخرهم النهاردة، ده الخبر ده بتاريخ النهاردة الأربعاء 28 منه من 12، ليبيا ترفض استلام شحنة لبان مصرية تحتوي على ألوان صناعية محظورة. ده حسب ما صرح هيئة سلامة الغذاء الليبية، واللي رفضت النهاردة آخر حاجة وصلت لهم اللي جاية من بلدنا بحجة إنها تحتوي على ألوان صناعية محظورة. 1500 كرتونة، ولو عندك الخبر من صفحة هيئة سلامة الغذاء الليبية حطه لي أكون شاكر لحضرتك. رفضت هذا المنتج. أيوة الخبر ده قدام حضراتكم، برنت من الصفحة الرسمية لهيئة الغذاء الليبية، واللي قالت إن الشحنة المحتوية على 1500 كرتونة تحتوي على مواد محظورة ومواد خطيرة تسبب الوفاة حال يعني دخولها لجسم الإنسان. بالمناسبة هذا المنتج بيتباع في أسواق البلد عادي جدا وطبيعي، ممكن ولادك في المدارس بيجيبوه من السوبر ماركت وبيدفعوا فلوسك، والحكومة رايحة جاية، محدش قال ليلتكم سودا. رصدنا لحضراتكم على مدار الثلاث شهور أو الأربع شهور اللي فاتوا فقط ليبيا رفضت إيه، وليبيا بتقول عننا إيه. الناس في ليبيا النهاردة بتتساءل أنتوا بتاكلوا إيه لما اللبان في مواد خطرة تسبب الوفاة. البطاطس والشيبسي، الكلام ده كان في أكتوبر، 14 أكتوبر اللي فات، ليبيا أيضا رفضت شحنة بطاطس شيبسي مصرية وقالت أنها تحتوي على مواد حافظة خطيرة تسبب الوفاة. 1049 كرتونة مصرية المنشأ رفضتها ليبيا حسب بيان رسمي للمركز الليبي للرقابة على الأغذية والواردات، ورجعت هذه الشحنة أيضا لبلدنا. لو عندك الخبر من المصدر، أيوة، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ليبيا رفض شحنة شرايح بطاطس البلد مصر. سبب الرفض يحتوي على بكتيريا سامة تسبب الوفاة، ده حسب هذا البيان اللي قدام حضراتكم من الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة على الأغذية الليبية. أغسطس اللي فات أيضا نفس الخبر، ورفض شحنة جوافة مصرية ضخمة وتكتم على سبب الرفض، والسبب قال لك إن الجوافة تحتوي على بقايا مبيدات ضارة ومحرمة دوليا. نفس الجوافة دي اللي بيأكلها المواطن وبيشتريها بالشيء الفلاني من الأسواق اللي شكلها لطيف وجميل وموجودة طبعا في بيت كل مواطن مصري، بالإضافة طبعا للآثار الطبية الضارة، نضيف عليهم سمعتنا في التصدير وسمعة المنتج المصري اللي بقت النهاردة في الأرض. ليبيا واحدة من أكثر الدول
اللي بتاخد المنتجات المصرية سواء كان بالتصدير المباشر أو بالتهريب. سوق التهريب ما بين بلدنا وليبيا سوق ضخم جدا، لكن إن ليبيا كل يوم ترفض حاجة، ترفض منتج، ده على طول يخليك تسأل أمال فين هيئة سلامة الغذاء؟ فين المواصفات العالمية؟ فين الرقابة؟ فين صحة المواطن في الجمهورية الجديدة اللي أنتم بتتكلموا عنه؟ ليبيا أيضا، والكلام ده كان أعتقد في شهر إيه؟ قبل أيضا، قبل كام شهر؟ في شهر نوفمبر ليبيا أو في أغسطس أيضا، ليبيا ترفض شحنة فلفل أحمر مصري، والسبب هو كالعادة عدم مطابقته للمواصفات والاحتواء على بقايا مبيدات. معانا بعض من تعليقات المواطنين. دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة الأسبق بيقول يا ريت مصر تصبح زي ليبيا ويتم الحرص على صحة المواطن من تناول الأغذية الفاسدة، ده بعد رفض شحنة فلفل أحمر قادمة من مصر. أما صاحب التغريدة بيقول ليبيا اللي فيها انقسامات وحروب وعدم استقرار وعصابات، ده كلام محمد عبد الحميد، رفضت شحنة عصير تانك وشحنة جوافة وشحنة فلفل أحمر من مصر لأنها غير صالحة للاستخدام الأدمي. رزق بيقول ليبيا ترفض شحنة عصير مش شايف من مصر، ليبيا ترفض شحنة جوافة من مصر، ليبيا ترفض شحنة فلفل أحمر. واخد بالك دي شحنات تصدر او حاجات تصدير. امال احنا بناكل ايه؟ ده سؤال مهم جدا. امال احنا بناكل ايه لما الحاجات بتاعه التصدير ده حالها وده ظروفها؟ محمد نصر ايضا بيقول ان انت فاكر ليبيا في حرب اهليه ومش مركزين، وبعدين ما احنا بناكل كل حاجه اهو. مركز الرقابه على الاغذيه في ليبيا يرفض دخول شحنه فلفل احمر من مصر لتغير خصائصها ووجود تعفن فيها. ده كان تعليق بعض المصريين على رفض ليبيا لشحنة فلفل أحمر. صلصة، صلصة الطماطم، والكلام ده كان في سبتمبر اللي هو الشهر اللي فات، أيضا تم رفض شحنة صلصة طماطم مصرية والأسباب صادمة. إيه الأسباب الصادمة؟ قال لك ارتفاع خطير في نسبة الحموضة وارتفاع خطير في نسبة الملوحة يؤدي لأمراض خطيرة جدا على المدى القريب والبعيد. ده حسب البيان اللي صدر عن اللجنة المركزية لمراقبة الأغذية في ليبيا. ضيف عليهم في شهر أعتقد في سبتمبر، في سبتمبر أيضا، في سبتمبر هو ليبيا رفضت شحنة برتقال للمرة الثالثة خلال شهر واحد، ونفس السبب بقى. مش عايز أعيد لحضراتكم مطبقيات مبيدات وبعض المبيدات الضارة والمغذيات المسرطنة والحاجات الغير مصرح بها دوليا. كان في فضيحة، كان في فضيحة قبل كده في أغسطس اللي فات لما ليبيا رفضت تانج، وتانج ده هو المشروب الأشهر في البلد، أشهر مشروب باودر بيتم حله بمية هو تانج. أعتقد مرة واحدة ليبيا رفضت استلام شحنة من عصير تانج المصري لاحتوائه على مادة خطيرة. إيه المادة الخطيرة دي؟ قال لك مسحوق الخنافس، وده مسحوق بيتم استخراجه من بعض الحشرات ومحرم دوليا في استخدامه في الأغذية، لكن بلدنا في عصير تانج تستخدم هذا المسحوق وبيشرب منه 105-110 مليون مواطن. ما وقفش هيئة سلامة الغذاء، قالت لهم جاي استنوا، ده صحة المواطن أولا أو حياة ولادنا أولا. ضيف عليهم بقى شحنة عيش غراب تم رفضها في نوفمبر اللي فات. يعني يعني إيه على السكه كده، على السكه ايضا هتلاقي مش عارف خيار وطماطم وحاجات كده، ايه كله بيتم رفضه. الكلام ده بالمناسبه لا ينشر في الصحف المصريه. هذه الاخبار اللي انا جبتها لحضراتكم كلها او معظمها اما من جرايد وصحف دوليه او من الصحافه الليبيه نفسها. الصحافه المصريه لا مش عارفين ده ليبيا، ده ليبيا قال ايه بتكرهنا. وطلع قبل كده كلام للسيد مسؤول الحجر الصحي المصري وقال ان دي نكايه ومكايده سياسيه في بلد في مصر من ليبيا. سيدي انا معاك، انا طبعا حابب بلدي تكون الافضل، لكن هل عندنا حجر صحي مناسب يقول لنا الاغذيه دي طلعت ازاي واتعملت ازاي واتصنعت فين ومين اللي ادى تصريح بتصنيعها ومين اللي راقب ومين الجوده ومين اللي شاف نسبه الملوحه والمواد المستخدمه، ولا ما عندناش؟ وده اللي ساله عضو مجلس نواب
يوم 25/8 اللي فات، ليبيا ترفض أغذية مصرية، ما الأسباب؟ ده النائب عباس السادات عضو مجلس النواب، واللي قدم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب وزير الصناعة والتجارة ووزير الصحة ووزير الزراعة بشأن ما يتردد عن رفض ليبيا يوميا لشحنات مصرية من الأغذية والخضروات، وقال هل فعلا ليبيا بترفض هذه الحاجات ولا دي مناكفة سياسية؟ وفين دور هيئة الرقابة على الأغذية المصرية؟ يطلع حد يقول لنا، يطلع حد يعبرنا، لكن بنسمع دايما الخبر إما من الصحافة الليبية أو من صفحات الحوادث بعد ما تحصل المصيبة وتقع الفاس في الرأس. مجلس الشيوخ أيضا قرر في 11 اللي فات، 11 ديسمبر، يعني قبل حوالي 20 يوم، مناقشة تطوير منظومة الرقابة على الأغذية، وقال ده بسبب تكرار رفض الشحنات المصرية من قبل دولة واحدة فقط، ليبيا، دولة الأقرب والجارة، واللي زي ما قلت لحضراتكم عندهم ما يسمى بحرب أهلية وصراعات وانقسامات وعدم استقرار ومفيش نظام ومفيش هيكل إداري، لكن عندهم جهاز بيتابع صحة المواطن بغض النظر المواطن ده مع أو على، موجود في الشرق أو موجود في الغرب، موجود في الشمال أو في أو موجود في الجنوب، كل النهاردة أمام هيئة الرقابة الليبية سواء، وبترفض كل يوم شحنة مصرية. دورنا على هيئة سلامة الغذاء، لقينا أن الهيئة دي بدأت تتغول على كل المؤسسات اللي بتشاركها هذه الوظيفة، مراقبة الأكل ده دور كذا حاجة. أول حاجة نقابة البيطريين تابعة لوزارة الزراعة، تاني حاجة الحجر الزراعي المصري وهو تابع أيضا لوزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، تالت حاجة الهيئة القومية للرقابة على الأغذية المصرية. دول التلات جهات اللي بيراقبوا صحة وأكل ومدى صلاحية الحاجة اللي بتخش بطن المواطن، بالإضافة طبعا لوزارة التموين ووزارة الصحة ووزارة التجارة والحاجات اللي انتوا عارفينها. مرة واحدة من أول ما تم تعيين سيادة اللواء اللي قرر ينفرد وحيدا مستفردا بهذه الوظيفة على مستوى الجمهورية، أول صدام كان هيئة سلامة الغذاء تتولى دور الحجر الزراعي مع لجان الرقابة على الصادرات، وقالوا للجماعة بتوع الحجر الزراعي معلش اقعدوا على جنب، احنا وحدنا اللي هنمضي وهنقول اذا كان المنتج ده مناسب ولا مش مناسب، ينفع ولا مش ينفع. وطبعا شفتوا الفضايح اللي كل يوم بتعلنها ليبيا وبعض الدول الاخرى. تاني حاجة قرر سيادة اللواء يضرب كرسي في الكلوب ويشوط نقابة البيطريين ويقول لهم مالكمش مكان عندنا، احنا وحدنا اللي هنراقب ونتابع، وهجيب شوية لواءات صغيرين وشوية ضباط اصغر شوية عساكر ادورهم، كل واحد يعني يطلع بسبوبة من الرقابة على صحة المواطن. صراع ما بين البيطريين وسلامة الغذاء حول الرقابة الصحية على طعام المصريين. جماعة بتوع نقابة الأطباء البيطريين بيقولوا دي شغلتنا، احنا اقرب الناس واولى الناس لمتابعة الأطعمة، اللبن ده فيه سامونيلا ولا فيه مش عارف زيادة في البروتين اللي مش عارف ايه، في بعض الامراض وفي بعض المتبقيات اللي جاية من الحيوان، مش ده شغل الجماعة بتوع البيطري. قال لك ابدا كمش دعوة. طيب الجماعة بتوع الحجر الزراعي احنا اللي نتابع الجوافة والطماطم والبلح والعنب، وقال لك لا مالكمش دعوة، فقط وحيدا مستفردا سيادة اللواء بتاع هيئة سلامة الغذاء قال يلعب لوحدي يا محدش يلعب معايا، وانا الحتة دي بتاعتي ومحدش له عندي حاجة. ده طبعا شفتوا ماذا حدث، عايز بس اجيب اسم سيادة اللواء عشان نسيت اسمه، سيادة اللواء طارق الهوبي، سيادة اللواء طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. فيما يبدو ان ليبيا مصرة تفضح ما يأكله المواطن من اكل فاسد. ليبيا الدولة الشقيقة اللي بتفضحنا، تفضح ماذا يحدث في طعام المواطن وماذا يدخل لبطن المواطن. كان الناس امبارح زعلت مني ان انا فتحت ملف اسواق الطعام المستعمل وبواقي الاكل، وبعض الناس قالوا لي انت بتفضح الغلابة. طيب دول الغلابة،
طب بخصوص بقى الاكل المعبأ اللي احنا بندفع فيه فلوس وبنشتريه من السوبر ماركت وولادنا بياخدوا مصروفهم يجيبوه، مفيش حد عاقل في البلد يتدخل ويجاوب على هذا السؤال، ماذا ياكل المصريين واين دور الدوله ورقابه الحكومه على طعام المواطن المصري؟